يبقى انت جمهورك كتير. خلينا ناخد استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا بيك يا استاذه فاطمه، اتفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايزه اسال الشيخ سؤال. اتفضلي يا فندم. تحتك. لو سمحت كنت عايزه اعرف، هو انا والدتي كتبت لي حقي في الميراث وهي عايشه من غير ما اخواتي يعرفوا. تمام. هل ده حرام عليها ولا لا؟ في اسباب لان هي بعد ما كت... ايوه في اسباب معينه. نعم. في اسباب معينه ان هي هي يعني... خايفه، هي خايفه اخواتي شويه صعبين، فهي خايفه بعد ما يحصل حاجه او كده ان هم يتخانقوا مع بعض وكده. طيب اللي كتبته اللي هو شرع ربنا ولا ميزت شويه وزودت حبه وتنين؟ لا لا، هو شرع ربنا، هو حق، هو حقي بالظبط. تمام. حاضر يا استاذه فاطمه، شكرا جزيلا. رايك يا دكتورنا؟ وده ميزه ان يكون حد يعني ايه فاهم. يعني سالت سؤال كنت انا عايز اساله. ربنا يحفظك يا مولانا. هل هي كتبت حقها الشرعي ام زودت هبه من عندها؟ ما دام ان الام رات ان البنت ستظلم او اخواتها سيجيروا عليها وكتبت لها حقها، ان ده من باب الامانه والحفاظ على حقها، فهذا لا باس. جميل. وان شاء الله تؤجر على هذا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمر الوالده الكريمه وان يبارك في بين السائله الكريمه. اللهم امين.